أكيد أن كما ذكرت الإنجاز ما جاش من السهل، الحمد لله عليه حمدا كثيرا، وكنهدي قبل كل شيء هذا الإنجاز هذا لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وللشعب المغربي عامة، الأسرة الكبيرة ديالي والأسرة الصغيرة ديالي الحاجة الله يطول عمرها. بالنسبة للمقابلة فبكل صراحة ما كانت سهلة، لأننا لعبنا ضد واحد المنتخب اللي مجرب، منتخب اللي عنده لاعبين جيدين، عنده مدرب محنك، ظهروا كذلك من خلال المقابلات اللي لعبوها ضد المنتخب الإسباني ولا المنتخب الفرنسي ولا المقابلات كاملة اللي قاموا بها على العلو الكعب ديالهم. احنا يمكن كما تيقولوا رب ضارة نافعة، يمكن المقابلة ديال الإسبان كيف ما قبل منها المقابلة أوكرانيا اضطرينا أننا يعني نقلبوا ونحفروا كثير في لوكوتي مونتال باش أننا نفهموا والرجال اللاعبين يفهموا كذلك بأنه ما كاينش نجاح من غير كبوات، والنجاح الحقيقي هو اللي كيكونوا فيه بزاف ديال الكبوات، ولكن كيخصك كيفاش دير تعامل مع لي شك. وكنظن باننا في المقابله ديال اوكرانيا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع لي شك، كذلك قدرنا اننا نردوا داك الفشل قوه في المقابله ديال اوكرانيا، وبينا على واحد الجوده كبيره لا في المقابله ديال العراق ولا في المقابله ديال امريكا. من بعد مشات لنا المقابله ومشى لنا الفينال بواحد الطريقه، يعني بواحد الطريقه مشات لنا الفينال بواحد الطريقه اللي سور دي ديتاي، وكانت الحسره كبيره لان كذلك كانت الرغبه كبيره باش اننا ندوزو لا فينال، وكل ما كتكون الرغبه والامل كبير في حاله الفشل كيكون كذلك يعني السقطه او الاحباط كيكون كبير. ولكن مره واحده اخرى عاوتاني بينوا الرجال على انه فهموا بانه ما كاينش شي نجاح من غير انك يعني تردوا نقطه قوه، الشيء اللي برهنا عليه واكدوا عليه، يعني اتفقنا مع بعضياتنا بانه المقابله اللي هذه تجي هذه خصنا نكونوا فيها يعني نواجهوها بواحد الابتسامه كما تيقولوا سوغيغ كونتون بير بيرمي دو غاني، والحمد لله بواحد الروح وبواحد المعنويات كبيره خدينا الدروس من المقابله اللي فاتت، وفقنا الله اننا نبداو بواحد الطريقه جيده. كانت واحد الرغبه كبيره باللاعبين باش انهم يحققوا النتيجه وباش يبقى كره القدم الوطنيه تبقى في هذا المسار هذا ديال التوهج ديالها وديال التطور ديالها. فكان علينا اننا على الاقل نرجعوا بهذه الميداليه اللي هي ميداي هيستوريك كل صراحه واللي استحقوها اللاعبين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.